لاكشمي بس حاسة حالي متوترة كتير، يعني بلكي كانت هي الرسالة فيها سؤال إلي، وبلكي افتراض أمي تحقق، بلكي اعترف بمشاعره كمان، و بتعرفي شو لاكشمي؟ أكيد أنا ما رح أقدر إني جاوب على سؤاله، لأني ما جربت من قبل شعور إني ممكن أحب شي حدا. لك خدي هالرسالة ورجعيها، خلص خديها لو سمحتي، مسكي إذا بتريدي. بصراحة ليش وقفتي حماتي؟ كملي قولي ما فيكي تعملي هالشي. ما تقولي أبداً إنك ما فيكي تعملي أي شي، أنت بتقدري تدبري كل الأمور بشكل كتير منيح قدام. ما فيكي صح؟ هذا حب. اجي خلاكي تصدقي انك انتي تقدري تعملي اي شيء. ولكي انتي متردده تقولي ما فيكي. تعرفي شو؟ كل هالسنين هدول اجي ما فكر انه يعطي مكان انترا ولا لاي حدا، بس هلا اجي مبين مهتم فيكي كتير، وكمان هو واثق فيكي. الرابط بيناتكم قوي كتير لدرجة إنه خناقاتكم بتبين حبكم لبعض. انتو بتفهموا بعض كتير منيح. لهيك قولي لي حماتي، إذا ما نو حب لكن شو؟ هي هي بالضبط المشكلة لاكشمي. ليكي أنا وإيجي منتخانق أغلب الوقت، بيناتنا منتجادل كتير، ما في ولا شي مشترك بيناتنا. نحن منختلف كتير، لا الشغلات اللي منحبها ولا حتى اهتماماتنا ولا كمان. أنا ماني مثقفة مثلك حماتي، بس أنا بعرف أنه المغناطيسين بيجذبوا بعض لما أقطابهم المتعكسة بتتواجه. بس يعني شو بيقولوا هنين؟ جذب القضات. إيه. وبالنسبة للخناقات حماتي، لما بيكون في حب فأكيد بيكون في خناقات، وكل شي هنن بيعملوه معنا أكيد رح يأثر علينا. نحنا مندور على الحب بابتسامتهم وبس، وكمان غضبهم وسيلة ليبين هذا الحب. حماتي بتجي لحظة بالحياة بيكون حبك الحقيقي موجود قدامك مباشرة، وهالشخص بيستنى إنك تفهميه منيح وتقدري حبه. بس لوقت أنت تفهمي هالحكي أكيد بتكوني خسرتي، ورح تندمي بعدين كمان. بالمناسبة الواحد ممكن يحب أي شخص وبأي لحظة، صح؟ فلازم تلاحقي قلبك لما القصة بتتعلق بالحب. حماتي وأخيراً إيجي تشجع يعترف بحبه لإلك. لهيك حماتي لو سمحتي ما تكتي هاي المشاعر. لاكشمي يعني أنت فيكي تعملي هذا الشي، أكشات صار عنده الشجاعة ليعترف لك بحبه. لهيك يا حماتي ما تكتي مشاعرك. طيب لاكشمي بس بتمنى تتذكري كلامي. رح يعترف لك بحبه، لهيك حماتي لو سمحتي ما تكبتي هاي المشاعر. قدان كان بدي اقول لك هذا الحكي اللي كاتبه من زمان. انا بحبك قدان، بحبك. قدان
أنا ما بعرف أبداً إمتى صار معي هالشي، بس بعرف منيح إني لقيتك وين ما رحت أنت معي وساكنة بقلبي. أنت كل حياتي، وكمان أنا بحب أكل حتى أبسط أكلة أنت طابختيها بإيديكي، وأنا بقلق كتير عليكي لما ما شوفك أبداً حوالي. نحن بهالحياة خلقنا لبعض. جدان الحقيقة أنا ما بعرف أبداً إمتى وكيف لقيته لهذا الحب بخلافاتنا وخناقاتنا مع بعض. إذا بدك إنك تساعديني لأعرف هاي القصة وتتخانقي معي لنكمل باقي حياتنا مع بعض. ليكي جدان، بدي أقلك إذا أنت حاسة بالشي نفسه يلي أنا حاسس فيه تجاهك تماماً، لو سمحتي البسي هاد الساري. وأكيد بس صارت خطبتنا رح أخذ منك الجواب على سؤالي. بس إذا الجواب تبعك كان لا، يعني أكيد رح أتراجع عن هي القصة وما رح يكون فيه أي ضغط. بدي بلش هذا الرابط بيناتنا من جديد بعد موافقتك، ومو بالإجبار. هذا مو تعاطف أبداً جدان، هذا وجع. وجع الحب. بحبك جدان، أنا بحبك. على فكرة أنا ما بعرف إذا كنت أنا بحبك أو لا، بصراحة ما بعرف حتى شو معنى الحب، بس بعرف إنه بدي كمل حياتي معك لأني ما فيني أعيش بدونك. تعودت على خناقاتك وخلافاتنا مع بعض كمان. ما بعرف إذا فيني سمي هالشي اللي عم يصير معنا نحن الاثنين حب، بس بصراحة أنا بظن إنه يمكن يكون حب، لأنه بيعني لي كتير. ولهيك هلأ رح أخد كلامك بعين الاعتبار، وهيك بيكون تصريحك بحبك لإلي ما راح على الفاضي، وجوابي رح يكون لما أنا رح ألبس هاد الساري، رح ألبس هاد الساري بيوم خطبتنا.